ولكم باك تو دنيا. اليوم بدنا نعمل لك كثير مهضوم وبدي اعلمكم في خدعه صغيره. هو اومبري بس لنعمل اومبري رح نستعمل ليف جالي. سو بس نخلص الاومبري كمان بدنا نحط فوق وستيكر فراشات. واذا حبيتوا تشوفوا هذا اللوك بليز كيب واتشينج اند بليز سبسكرايب تو دنياز شانل. لهيدا اللوك مثل كل لوك بدي بيس كوت وبدي توب كوت. انا بستعمل هولي من لكسي. كمان بدي ليكويد ليتكس. نقيت هولي الثلاث الوان البينك المهضومين من او بي اي. لهيدا اللوك قررت استعمل طريقة جديدة لعمل الأومبري يلي هي استعمل ليفة الجلي. باخد مقص وبقصها بقص شقفة صغيرة وبقصها بالنص وهذه هي يلي انا بحاجتها. يعني ما ضروري يكون عندي ميك اب سبونج لاقدر اعمل اومبري. بدي كمان هولي الستيكرز الفراشات لانه حسيت انه بيطلعوا حلوين فوقهم. اوكي هلا لنبلش اللوك. بدي بلش وذا بيس كوت اكيد وانا بستعمل سترونج هاردنر من لكسي. تاني شي بس ينشف البيس كوت بدي احط الليكويد ليتكس حوالين ضفيري يلي مثل ما قلنا بيحمي اللحم من انه وسخه كله. هلا بدي اخذ افتح لون بالامبري وبدي احطه على ضفري يلي هو هيدا من او بي اي. بدي احط طبقه واحده على كل ضفيره. هلا انا سمكتها للطبقه شوي لحسها انه غطت منيح. بس يتنشف اول طبقه كتير 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 منيح بدي اخذ هول الالوان وبدي احطهم بالتدريج من الافتح للاغمق. الافتح اول شيء والوسط بالنص واغمق واحد اخر شيء. بدي انتبه لحجم ضفري لما نكون عم بعمل هذا الشيء. هلا انا ضفيري كتير طوال سو حسب انت حجم ضفرك بتعرضي الزيح او بتكبري الزيح. بتطبطب على ضفيري وبس حسن انه هيك اندمجوا بين بعض بوقف وبنقل على تاني ضفر. بس قبل ما بلش بتاني ضفر بدي ارجع احط فيرني مره تانية. لتاني كوت بضفيري ما بدي بين كل ضفر وضفر ارجع حط فيرني على الاسفنجي. فاول مرة بحط طبقة شوي بكترة بحط كمية شوي بكترة فوق بعضهم مثل ما اتفقنا فاتح وسط اغمق وبطبطبها على كل ضفيرة. يعني ما برجع بين ضفر وضفر بحط بطبطبها كلها مرة واحدة على كل ضفيرة. هيدي بتكون شكل كافية. بعدين بدي اقشر الليكويد ليتكس حوالين اللحم حوالين الضفر عن اللحم وبدي نظف كتير كتير منيح حوالين ضفيري لانه بيكون بقي شوي رواسب على اللحمية. بعدين بس ينشف طبقة الفيرني بدي نقي كم ستيكر من هول الفراشات. انتو ما ضروري تعملوا هيدي الستب بس انا حبيت حط. نقيت واحدة شكلها هيك عم بتطير. بعدين نقيت اثنين ستيكرز صغار وحطيتهم على اول واخر ضفر هيك ما بيطلعوا كانه هن ناقصن حركه كمان. وهيدا كان اللوك.